بسم الله الرحمن الرحيم. كنت أحب أتكلم على تكامل منظومة ضبط الانبعاثات من المركبات سواء البنزين أو الديزل. أنا هحكي بسرعة عن تجربتنا مع البنزين. إحنا في فترة كان علينا ضغوط جامدة جدا من جهاز شؤون البيئة، أجبرنا إن إحنا نحسن جودة البنزين ونشيل الرصاص في خطوات جريئة جدا وسريعة. وده كان الهدف الأساسي، مش شرط إن إحنا نشيل الرصاص من البنزين، كان الهدف إن إحنا هنركب الكاتاليتيك كونفرتر أو المحول الثنائي أو الثلاثي وفيفر عشان نشيل بقية الإمباكت بتاع الأذر اللي هو كان الكربون مونوكسايد والنوكس والهيدروكربون وغيره. لكن إيه اللي حصل؟ إن قطاع البترول التزم إن هو يشيل الرصاص نهائيا من البنزين في فترات وجيزة جدا. تبعته طبعا جهاز شؤون البيئة، عمل إجراءات طبعا لتعديل مواصفات الإميشن. اللي حصل بعد كده كان مفروض في إجراءات تانية لازم تتخذ في الحسبان. أهم حاجة وزارة الداخلية من خلال إدارة المرور إن هي عملية الفحص الدوري للمركبات عموما لازم تكون تتوافق مع الإميشن ريجوليشن بتاعت اليورو 2 اللي هو يطابق للبنزين المنتج في مصر. ما حصلش الكلام ده. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الإميشن اللي طالع من الجازولين ريكلز ما اصبحش طبقا للمواصفات القياسية او الغرض المطلوب من تحسين جودة البنزين. تبعيته ايه كمان؟ في تبعية اخرى ان احنا وجدنا في عملية تغيير الكاتاليتيك كونفرتر وجدنا ان مفيش مواصفة قياسية مصرية بتلزم بتطبيق تلك النوعية في المركبات عند تغيير الكاتاليتيك كونفرتر. فكان هنا واجب على وزارة الصناعة ان هي تتعاون مع وزارة البيئة وزارة البترول ان هي تحط مواصفة قياسية مصرية ل الشكمانات بوجه عام بالمعنى الدارج تكون تتوافق مع نوعية الكونفرتر اللي مطلوب تركيبه في كل المركبات. اللي حصل ايه؟ اللي حصل دلوقتي ان اي واحد الكاتاليتيك كونفرتر بتاعه اللي هو جاي مصنع من الخارج بيبوظ بيركب اي حاجة فيك، يعني بيركب شكمان عادي جدا ما فيهوش اي نوع من الكاتاليست، ما فيهوش اي نوع من الكاتاليسيز اللي هو هيحول البلوتنت لمواد نظيفه. الاجراءين دول اذا ما كانوش هيتوافقوا مع تعديل المواصفات القياسيه اللي احنا طبقناها في البنزين اذا احنا ما وصلناش للهدف المرجو منه. حاجه كمان على يعني احد اللي تكلموا عن إن محطات التموين والخدمة في مصر فيها فولاتايل ماتر نتيجة الفيبرايزيشن بتاع الجازولين في المحطات، فإحنا عندنا نوعين من عمليات التداول في محطات التموين والخدمة. أولاً التنكات الأرضية في محطات التموين والخدمة كلها من النوع المفتوح مش مقفول. يعني إيه مقفول؟ يعني بخار البنزين اللي في تلك المحطات في تلك التنكات الأرضية مش لما بيتبخر بيخرج للخارج، مش بيتم استرجاعه بنظام الفيبر ريكفري يونت. كمان اثناء عمليه تموين السيارات مفروض ان احنا بخار البنزين اللي بيخرج اثناء عمليه تموين السيارات مفروض ان احنا نسترجعه، احنا ما بنسترجعوش. مفيش منظومه بتجبر محطات التموين والخدمه من تطبيق تلك المنظومه. اذا في هنا نوع من الفولاتايل ماتر بيهرب اثناء عمليه التموين. كل ده معناه ان عمليات البلوشن بتخرج وبتلوث البيئه، والاجراء اللي احنا عملناه ما اصبحش فعال بالدرجه المطلوبه اللي هي في الاساس تعديل مواصفات البنزين ليتوافق مع المواصفات الاوروبيه يورو 2. فهنا انا بطالب بايه؟ انا بطالب جهاز شؤون البيئه طبعا مشكور بجهوده المخلصه، واحنا يعني انا عصرتهم في كيفية الضغط على الأجهزة المعنية في الدولة
للوصول إلى تحسين جودة الهواء الجوي. وبصراحة يعني هم مشكورين في هذا الاتجاه، ولكن الصعوبات بتأتي من جهات أخرى. طبعا المستخدمين والعديد من الأطراف، مش عايز أتكلم يعني، لكن عشان نحصل على جودة انبعاثات في الجو وتحسين هواء نقي عموما في مصر، لازم جميع القطاعات اللي في الدولة تتكامل مع بعضها في المنظومة دي المتكاملة للوصول إلى هواء نقي. أأمل في الضغط على تلك الوزارات الأخرى المعنية للوصول إلى التكامل الصحيح في اتجاه تحسين جودة الهواء. شكرا.